الألبوم راح ينزل إن شاء الله يوم 1/11، 10 أغاني، كل الأغاني من ألحاني. تعاملت مع شعراء أكثر من شاعر وأكثر من موزع، وراح نصور من هذا الألبوم بالبداية أغنيتين إلى 3 أغاني، وبعدها يعني ممكن أنه أغنيتين تلي هذه الـ3 أغاني. كله ألحانك لأنه ما عم تقتنع بالألحان الموجودة بالسوق؟ لا أكيد لا، مو انتقاصا من أي ملحن، وأني قايلها ولا زلت أقول هذه الحكاية، أنه أتعامل مع أي ملحن سواء كان كبير فنا أو صغير فنا. أي لحن أشوفه أني لحن صحيح وحلو أخذه، بس شو أنه صار الألبوم أني نوعته على مثل ما أني أريد، وأني اشتغلت عليه مثل ما أني أريد.